مرد اي مي اورنات انا جوز الست يا بوالي والي 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 يا بعيني عيني يا أهلين يا زقتة. شايفك مزعوجة، شو القصة؟ مزعوجة من هي المديرة الزفت الجديدة. ليش خير؟ شو ساويت معك؟ تخيل، بدها ترجعي عند الأنسة غدير. تخيل. لا ما معها حق. ليش بدها تنقلك؟ شو ساويتي لها؟ ما سويت لها شي، ما سويت لها شي. لا هيك ما بصير، من باب للطاقة تنقلك. قال شو؟ تأخرنا عن الدوام أنا ولبنى ساعة واحدة، ساعة واحدة بس. لا إذا هيك بسيطة، كل شي بيتصلح. هلا بعد شوي بتفوتوا بتعتذروا منها وبيمشي الحال. ما فشرت؟ أنا بدي أعتذر منها؟ بدها تلغي قرار النقل غصب عنا. لا، وبدها تعتذر كمان. طولي بالك، كل شي بينحل بالرواق. هيك أشكال ما بيمشي مع الرواق. معك حق. شو ناوي تساوي؟ هلأ بتشوف. ألو، مرحبا عمو أنوار، أنا عتاب مديرة العامة الجديدة، زعجتني كتير. إيه؟ نقلتني من السكرتارية. الظاهر بدها تعين شي وحدة بتخصها. عمو أنوار، أنا انجرحت كرامتي، أنا ما بقدر انتظر ولا ساعة ولا ساعة ولا حتى نص ساعة. أنا عم بغلي غلي، وإذا من هون لنص ساعة ما بتخليها تبعت وراي وتعتذر مني وترجعني لمحلي، ما بعرف شو ممكن يصير معها. ها، أنا قاعدة هون بمكتب الأستاذ شاكر، عم انتظر تليفونك. لا تواخذني عمو، عم عزبك معي. أوكي، شكرا سلفا، باي باي. ألو، أهلا وسهلا. الله يخليك، شكرا كثير لك. الله يقدرني يكون عند حسن ظنكم فيني. اي نعم، انا اللي نقلتها من عندي. هو ما في سبب معين غير اني ماني بحاجه لثلاث سكرتيرات مع بعض، سكرتيره واحده بتكفي وبتزيد. مشان هيك استغنيت عنا وعن رفيقتها وحطيتهم باماكن ممكن تستفيد منهم المديريه اكثر. وعلى هوا ما بعرف انه حضرتكم احرص مني على مصلحه المديريه وعلى حسن سير العمل فيها. ما بقدر، لانه السكرتيره اللي خليتها عندي معها شهاده بالسكرتاريا وعندها خبره طويله بهالمجال. اما التنتين اللي استغنيت عنهم فما معهم هيك شهادات ولا عندهم هيك خبره اصلا. ومثل ما بتعرفوا حضرتكم انه انا ما بقدر الا احط الرجل المناسب في المكان المناسب، مع انه موضوعنا ما بيتعلق بالرجال بنوب. لا العفو، ما عم بمزح ولا شيء، بس حبيت. الو، اهلا وسهلا. الله يخليك، شكرا كثير لك. الله يقدرني يكون عند حسن ظنكم فيني. اي نعم، انا اللي نقلتها من عندي. هو ما في سبب معين غير اني ماني بحاجه لثلاث سكرتيرات مع بعض، سكرتيره واحده بتكفي وبتزيد. مشان هيك استغنيت عنا وعن رفيقتها وحطيتهم باماكن ممكن تستفيد منهم المديريه اكثر. وعلى هوا ما بعرف انه حضرتكم احرص مني على مصلحه المديريه وعلى حسن سير العمل فيها. ما بقدر، لانه السكرتيره اللي خليتها عندي معها شهاده بالسكرتاريا وعندها خبره طويله بهالمجال. أما التنتين اللي استغنيت عنهم فما معهم هيك شهادات ولا عندهم هيك خبرة أصلا. ومثل ما بتعرفوا حضرتكم إنه أنا ما بقدر إلا حط الرجل المناسب في المكان المناسب، مع إنه موضوعنا ما بيتعلق بالرجال بنوب. لا العفو، ما عم بمزح ولا شيء، بس حبيت ميز بين روح الشعار وحرفيته. أنا آسفة، ما بقدر لبيلكم طلبكم. العمى، شو هاد؟
دايما استشفى. ان شاء الله الصحه وهنا. اطلب لك فنجان تاني؟ لا شكرا. يا ميت اهلين وسهلين بالانسه. ان شاء الله بكره نشرب القهوه سوا بمكتب السكرتاريه. وحياه عينك ما رح نستنى لبكره، وبعد اقل من نص ساعه رح نشرب بمكتب السكرتاريه. وليش بمكتب السكرتاريه؟ بمكتب المديره العامه، وهي بنفسها رح تقدم لنا الفناجين. ولازم تعرف من اول يوم انك من جماعتي، مشان ما تتجرأ وترفع صوت عليك او تتدخل بشغلك. الو، اهلين اهلين عمو انور. ايه لحظه، موجوده عمو انور. الو، اهلين عمو، خبرني شو صار معك؟ شو يعني ما لقيت حدا؟ ما معك ارقام موبايلاته؟ كلها مقفوله. طيب شو بدي اسوي انا هلا عمو؟ لا حبيبي، ما بحط لها اياها واطيه وبدام بالمحل اللي نقلتني له. طيب عمو، انا رايحه هلا على البيت، وبكره ما بداوم الا بمكتب السكرتاريه. بليز عمو، بليز ما تنساني. اوكي عمو، باي باي. شو قال ساعتها؟ شو قال لك عمو انوار؟ قال كل المسؤولين يلي بيعرفهم طلعوا مشغولين. اي بسيطة، ما في مسؤول بيضل مشغول على طول، الا ما يفضل شيء خمس دقائق يحك راسه فيهم. انا رايحة على البيت. باركي لها لبسمة؟ على شو بدي باركي لها؟ أمها صارت مديرة عامة لشركة كبيرة ومهمة كتير. إيه مبروك. الله يبارك فيكي. وليش هيك عم تباركي لها؟ كأنك غيراني منها. وليش لحتى غار؟ أنا أبي كمان مدير. إيه بس مدير عم مدير بيفرق. إيه الله يهنيها. إيه بس ما أنت مش بدها تعطيكي السيارة؟ شي يومين ثلاثة. إيه هتكون مرتبة وجديدة، مو مثل سيارة بعض جماعات. شو قصدك يعني؟ ما قصدي شي. أنا حكيتك شي؟ بس ما طلع معي لقصة بطريقة على البيت. إيه لا ما بدها تطلع معك، لا قالتي لي إلي كمان ما كنت طلعت معك، بكره بطلع بسيارة آخر موديل. إيه تصطف له. إيه الله معك. شو مين مفكرة حالها؟ لا بقدر. ليك الشباب عم ينتظرونا، الحين نحكش فيهم. إيه بس نحن مو المفروض نحكش فيهم. بجوز خايفين، تعي نشجعهم. اتركينا وخلينا نمشي. طريق تفضل. وهذا شو؟ هاي خطة العمل للشهر الحالي. اتركي اياها. هذا تقرير اللجنة الوزارية حول أسباب خسارة المعمل. اتركي للتدقيق. وهي معاملة لأحد المتعاهدين اللي بيتعاملوا معنا، صار رايح وجاي مشانها كذا مرة، بس بدها توقيع من حضرتك. طيب كمان هي تركيها هون للدراسة غيره. مدام هذا طلب إجازة لأحد العمال بلا راتب. في حدا يحل محله أثناء فترة غيابه؟ هو عنا فائض كتير من العمال. طيب خبرت الكل مشان الاجتماع؟ اي نعم مدام. بإمكانك ترجعي لمكتبك، تفضلي. بدي اشي مدام؟ شكرا. مو معقول شو مسوي هي المجلة، كلها أخبار عن الفنانين. بابا أنت هون؟ هلا عم تقري. لا هنيك عم بقرأ عن أنغام. وليش جاي على بكير؟ عفوا قصدي فيك شيء؟ لا لا ما فيني شيء، بس امك حنت علي وعطتني اجازه قبل بساعتين. قرا لي روايه، بشف لي مسرحيه. طيب شو غدانا اليوم؟ فيلم مو مثله مجله. شو بدك يعني تطبخ لي مدرسه؟ انت بدك تطبخ؟ لا بابا اذا شفقانه علي اشلحي اواعي المدرسه وفوتي تفنني لك بشي طبخه. انا بدي اطبخ؟ ها
وشو فيها اذا تعلمتي شيء في رمزيه؟ انا ماني فاضيه، عندي دراسه ولا بكون يعني ارسب. لا اعوذ بالله بابا، شو ترسمي؟ انا مستعد اطبخ وامسح واجلي بشتغل لك لفاية انا، بس انت نجحي على اساس رح تنجحي. ما قومي على دروسك، قومي من خلقتي. مو لازم نروح لعند ماجد نبارك له بالمنصب الجديد؟ طبعا لازم نروح، معقول نروح على حالنا هيك فرصة؟ بتروحي اليوم؟ اليوم؟ ايه اليوم، خير والبر عاجل. شو لا اليوم ما بيمشي الحال. لا شو عندك اليوم؟ ما عندي شيء، بس جوزي وصى سايق على خاتم الماس، بده شي يومين ليخلص. وشو دخل خاتم الالماس بروحتنا لعند ماجد؟ يعني ما فينك تلبسي واحد غيره؟ الخاتم الالماس مو لإلي، الخاتم هدية لماجد. شو؟ بدك تهديها خاتم الماس؟ قليل مو هيك؟ شو قليل؟ قال قليل قال لك خاتم الماس كتير كتير بهيك مناسبة، شو عم تحكي انت؟ لما بقول لك غشيمة وغبية بتزعلي مني، الخاتم ما له علاقة بهالمناسبة، الخاتم سلفة لقدام. هلا إذا قلت لك ما فهمت رح ترجعي تقولي عني غشيمة. إي والله ما فهمت. رح فهمك، هلا ماجدة بعد ما صارت مديرة عامة صارت مهمة كتير، وكل جرة قلم من إيدها بتعبي الجرة خواتم، فصار لازم تكون علاقتنا معها قوية وفيها أخت وعطا، مشان إذا قصدناها بشي سمسرة لبعدين تلبينا. فهمتي؟ ملا أشرح لك بالمشرمحي. هلأ فهمت. بس دخليك أنت وجوزك شو ممكن تستفيدوا من مديرة معمل؟ معناتها ما فهمتي شي. شو غسان ما بدك تمشي؟ صارت الساعة 3:15. ما بدنا نستنى الأستاذ هادي لحتى يرجع؟ بيكون راح مع زوجته بالسيارة. فهمنا راح مع زوجته، بس ما نفهم إذا لغى العقوبة ولا لا. إيه بجوز ما قدر يلغيها، قام استحي يرجع. يا سيدي الغايب عذره معه، يمكن هذا هو. استني. أهلا أهلا بهادي جوز الست المديرة العامة. يا هل أنا الست المديرة العامة؟ مين حضرتك؟ يبعتلي قتلي المديرة. أهلين ستنا، آسفين كنا مفكرين إنه هادي هو اللي عم يحكي. ليش الأستاذ هادي مو عندكم؟ لا وين راح؟ بنعرف انه راح لعندك. ايه كان عندي مزبوط، بس راح من زمان ما رجع لهون. طيب يعطيك العافية. لا ما وامد يكون راح. الله يستر. لا ما وامد يكون راح. اكيد بيكون راح يجيب الحلوان. شو عرفك انت؟ بجوز لا السيدي الغايب حشته معه. شرف شرف. شو ما نضل قاعدين عم نستنى. اجري يا شعبولة يلا اجري اجري. وما ماهر ماهر يستر عرضك، طمني وريح قلبي وصمامه. قلت لك تاج راسي، الاستاذ هادي جوزها للست المديره بيكون اشتكاني لمرته. بيعملها بيعملها ما بعرف، انت وحظك. ماهر لا تخوفني، بكفي انا معي على قلبي من مرتي ولادي 12 من غير دفع ما ارقص. بلدي ولا فرنشي؟ لا عم برقص على الوحده ولا وحدي. بدك تتسلى فيني يا حصرتي عليك يا واويه، حتى انت يا ماهر. عم بمزح معك، شبك اطلع حالي نستنى شوي فيها شيء. هي تتسلى؟ أنا ما رح أرتاح ورح أضل متضايق لحتى ينزاح هالكابوس عن قلبي وصمامه. طيب قل لك شو تعمل؟ إيه طيب 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 مثل ما بدك. مع السلامة. مع السلامة. مرحبا تاجة راسي مدام سمع. خير أبو عبدو، شو عم تعمل هون؟ أنا جاي قابل تاجة راسي السيدة المديرة العامة. تاجة راسي يا تاجة راسي السيدة المديرة، أنا غلطت منك السماع. خير ان شاء الله، بشو غلطت؟ اليوم الصبح لما جنابك يعني فتي من باب الشركه اجى الاستاذ هادي بده يفوت وراكي، قمت انا تحيونت. ايه تحيونت وما خليته يفوت، بس بشبابي بولادي 12 ما كنت بعرف انه جوزك. وشو صار بعدين؟ بعدين يعني هو راح فات من باب الموظفين وانا انقرقت كثير لاني ما خليته يفوت. طيب شو يعني؟ سامحتني ولا ما سامحتني؟ يا حصرتي عليك يا واوية، إذا ما سامحت لا أسبقها على الدرج. أكيد هادي بيكون مزعوج كتير،
بس ما جاب لي هالسيرة لما فات لعندي. حتى لو ما انزعج من البواب فهو أكيد مزعوج مني لأني ما لبيت له طلبه ولغيت العقوبة لرفقاته، مشان هيك ما رجع لمكتبه. بس ما يكون راح لعند أبي واشتكاني لإله. ولي هادي مقدور عليه، أنا بعرف شلون راضي، بس أبي يا حبيبي أبي ما بيتراضى بنوب. الله يستر. شو بدي غدي لهادي اليوم؟ لي ما راح لحق أعمل شي. أحسن شي إني أخذ معي فروج جاهز. خدني على شي محل فراريج الله يخليك. حاضر. لاما ما معي غير 50 ليرة، نسيت إني اشتريت بكل معاشي تياب. ولا قلك كمل على البيت مثل ما بتمري سيدتي المديرة. هادي هادي انت هون؟ وين شايفتيني يعني؟ وين شايفتي يا ماجدة؟ وين شايفتي؟ والله ما بتذكر. هالوش مارق علي بس وين ما بعرف. الله يسامحك، ليش ما انتظرتني لحتى اجيبك معي؟ قصدي لحتى نجي سوا يعني انا وياك لهون على البيت. عم بيجاك شي؟ فيك شي حبيبي؟ دستورك شوي. حاضر سيدي. لا ما فيني شي، بالعكس أنا مبسوط آخر انبساط. إن شاء الله على طول يا ربي، دخيلك بتضلك مبسوط، ولو أني بعرف يعني إنك زعلان مني. ليش أنتي عملتي شي بزعيل يا خانوم؟ أنا؟ أعوذ بالله. على كل يعني بعدين بتناقش أنا وياك بالموضوع وبشرح لك وجهة نظري. قلي تغديت؟ ما بدك تكوني طابخة شي تزهرمو أنا. لك بعيد الشر عنك، إن شاء الله عدوينك يا رب. ربع ساعة وبيكون الغدا جاهز. قولي على قولتي إن شاء الله شو بدي غدي هلا؟ يا ريتني حكيت مع نجاح تحضر لي شيء اكل لبيننا. وصار تذكرت عندي كم قرصص فيها بالفريزر. يا ربي ما تكذبني يا ربي ما تكذبني يا رب. خايف تهتز رجوليته قدام مرته كونه صارت مديرته. شلون يعني بدها تنهز؟ يعني تضطر ماجدة انها تعطي اوامر مثل ما بتعطي بقيه الموظفين. لا حبيبي طمن بالك، ماجدة ما بتعملها. انا قلت اذا اضطرت تعملها. إذا اضطرت وعملتها ما لازم يتضايق، لأنه هو موظف ولازم ينفذ الأوامر. طبعاً هو موظف موظف ولازم ينفذ الأوامر، أوامر مديره، بس مو أوامر مرته. مرته بالبيت، أما بالشغل مديرته قال إيه ونقال لا. هي مرته بالبيت وبالشغل وهي اللي لازم تنفذ أوامره مو هو. يعني لنفرض قال لها انقلي هذا الموظف لهنيك وجيبي هذا الموظف لهون، لازم تنفذ له أوامره؟ لا حبيبي، هي المديرة العامة وهي المسؤولة عن شغلها وهي اللي بتعرف تديره مو هو. هذا اللي مخوفني. لا تخاف ولا تاكل هم وتوجع راسك بالتفكير، انساهم حبيبي هن بيدبروا حالهم. كمل اكلك تقبرني، كمل اكلك. انت شلون بتسمحي له يترك الشغل ويرجع على البيت بدون اذن؟ معنو موظف مثله مثل غيره؟ ولا لانه جوزك بدك اياه يداوم على كيفه؟ لك مين قال لك حبيبتي انه ترك الشغل بدون اذني؟ نحنا على قد ما منحب بعض صار في بيناتنا تخاطر روحي. قال لي فيه انه هو بده يترك الشغل وانا وافقت له. ايه الله يديم المحبة. امين يا رب العالمين. طيب ليش ما رجعتي اليوم بكير وطبختي لنا اكلة مثل العالم والناس؟ ما بقدر. وليش بقى ما بتقدري؟ ما انت المديرة العامة والكل بالكل. ما هو لانه انا المديرة العامة والكل بالكل ما بصير اطلع اول وحدة، لازم ضلني لاخر دقيقة بالدوام. شو يعني من اليوم وطالع بطلتي تطبخي؟ طبخي انت حبيبتي، شو ناقصك؟ هي صرتي صبيه ما شاء الله عليكي طول وعرض. انا ما بعرف اطبخ اصلا، ما عندي وقت للطبخ، عندي الشهاده. ولا بدك ياني ارسب؟ اعوذ بالله، شو هالحكي هذا؟ انا بدي اياكي ترسبي؟ خليكي حبيبتي، خليكي بدرسك وشهادتك، وانا خليني للطبخ والنفخ وشغل البيت. ايه على كلين انا رح اصير حضر الطبخه قبل بليله، وبس ارجع من الدوام منسخنها وبنرجع نتغدى مثل ما كنا قبل. دايمه حبيبي ما اكلت كل هالقرصين. شكرا حبيبتي، تقلت من حكيكم الحلو، خصوصا حكي هالمرباي المهذبه. لك انت من بيت ادود انت. صحتين حبيبي صحتين. ما هو حق تقل كله من حكيك بيهز البدن. تضربي انت وهالحكي. ايه دايمه
كل الحق طلع علي انا. ابو هادي. نعم. هادي طلب من مرته توظف بنت اختي، بتوافقي؟ بتوافقي؟ ما بعرف انت شو. انا رأيي مو بكيفها اذا قال لها جوزها، وبعدين بدها توافق غصب عن قرف رقبتها. لو وقفت الشغله على بنت اختي الا بسعر اللي عم يتوظف، وبطعمه وبلا طعمه. بس زمان اول تحول. شلون يعني تحول؟ يعني هلا التوظيف صار صعب كثير. جارنا ابو مروان بس 100 ايد وايد لحتى يوصفوا له ابنه مروان، وما قدر ودفع 50,000 ليره وما مشي الحال. ليش؟ لانه هلا الواحد صار لازم يروح يقدم لوزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، بيحطوا اسمه بالدور، ولما بيجي دوره وبيشوفوا مؤهلاته بيدوروا له على الوظيفه المناسبه ووصفوا فيها. لك يسلمني الزكا تبعك اللي عم يشرشر منك شرشره، لك كنتك صارت مسؤوله، مديره عامه، والمسؤولين ما بيهمون ادنا للجره، بتعرفها بحطوها وين ما كانوا، ما حدا بيقول لهم شو عم تعملوا. بتقدر توظفها وتلاقي لها 100 طريقه او 100 اسلوب. أنا من رأيي تسألي بنت أختك إذا كان بدها تتوظف ولا لا، بركي البنت من أساس الشغلة كلها مو مفكرة فيها. لك ليش لحتى ما تفكر فيها؟ أولاً بتأمن مستقبلها، ثانياً بيصير معها مصاري، ثالثاً بتروح من وش أمها، رابعاً والأهم بيهوشوا عليها العرسان مثل الدبابيك. لا فهمتيني، إذا مشان العرسان لازم تتوظف. عم تتمسخر بعدي؟ لا ما عم تتمسخر، بس أنا فكري يعني إذا كان بنت أختك بدها تتوظف لا تخلي هادي يحكي مع مرته، أنا بحكي معها. ليش لحتى أنت تحكي معها؟ لأنه إذا أنا قلت لها وقالت لي يا عمي طلبك على عيني وراسي بس ما بقدر لبي لك يا بقدر موقفها، لكن إذا هادي طلب منها وقالت له لا ما بقدر، بده ياخذ على خاطره، يعتبر إنه مرته طلعت عن شوره، وساعتها يمكن تصير زعلة كبيرة من قفا الشغلة. ما أحلاها وقايلة لا، ساعتها مو بخليه بس يزعل منها، بخليه يطلقها. بنت نظمي تقول لبيت هدهد لا، بيت هدهد ما بينقال لهم لا. الشغله مو شوفت حال، ماجده بنت مرباية وبنت عالم وناس وادميه، ما بتقول لا، بس اذا قالت لا معناتها فعلا ما بيطلع بايدها. هاتي شويه بزر. ايه بليك بالفزر، روح روح كمل الجليات، قلت لي ادميه؟ شوف المحترمه والادميه بتسمع كلمه جوزها، روح كمل الجلي. لكن انا بجلي وانت تقطئي بزر، تقطئ راسي مني. تقطع راسك عبر رقبتك. القهوة مشان نشربها هون، إذا ما بدك نشربها برا. هلا فهميني شو كان صار لو لغيتي العقوبة؟ هلا خذ هالفنجان من إيدي وبشرح لك موقفي، يا بتقنعني يا بقنعك، تفضل. شوف حبيبي، أنا مقدرة موقفك وحاسة باللي أنت حاسس فيه، وعرفاني قديش خجلتك رح تكون كبيرة قدام رفقاتك لما بدهم يعرفوا إنه عقوبتهم ما التغيت. يكتر خيرك شو مقدرة موقفي. أنا بيعز علي إني ما لبي لك طلب طلبته مني. أنت بتعرف قديش أنا بحبك وقديش بس على رضاك وطلبية طلباتك، بس أنت كمان بديك تقدر موقفي. أنا ما لغيت العقوبة لعدة أسباب. أولاً أنا ما بحق لي إلغي عقوبة مفروضة قبل ما أستلم الإدارة. ثانياً الأستاذ شاكر هو اللي موقع العقوبة، والسيد الوزير وقت اللي أعطاني قرار تعييني أول شي نباني منه هو الأستاذ شاكر، وفهمني إنه إيده طايلة وإنه في ناس مهمين وراه، وفهمني كمان إنه هو اللي حفر للمدير العام السابق وطيره مشان يستلم محله. فإذا أنا لغيت عقوبة هو فارضة بده يعتبره تحدي لإله، وبده يقوم علي الدنيا مشان شغلة بسيطة. وثالثاً أنا ما بدي الموظفين يسيطروا علي عن طريقك.
انت لك زمان بالمديرية وصار عندك زملاء وأصدقاء ورفقة، بكرة الصالح والطالح منهم بيجي لعندك وبيطلب منك طلبات مشان تلبي لهم إياها، وبجوز يطلبوا منك طلبات مانا قانونية أو ما بتتماشى مع الشيء اللي أنا عم خططه للعمل. ساعتها يا أما أنا وياك بدنا نتزعل مع بعض يا أما الشغل ما رح يمشي صح. وأنت طبعا لا بتريد إنه أنا وياك نتزعل ولا بتريد إني أفشل بشغلي ولا بتريد حدا يمسك علي غلطة ويبلش يحفر لي. حبيبي عم تفهم علي ما هيك؟ أنا عم بفهم عليكي، بس المشكلة مو بيني وبينك، المشكلة مع غسان وأمجد، راح يتمسخروا علي وخصوصا هذا غسان. أنا ثقتي فيك كبيرة وأنا متأكدة إنك راح تعرف شلون ترد عليهم وما تخلي واحد منهم يغلط معك بالكلام. وعلى كل من جهة الترفيع لكن لك فكر، بتقدر تطمنهم إنه من هون لآخر السنة إذا ما كان عندهم عقوبة تانية أنا راح أرفعهم 9% وما راح خلي عقوبة التنبيه تأثر عليهم، منيح هيك؟ قولي إن شاء الله. إن شاء الله. بدي أقول لك شغلي كمان بعد إذنك، يعني إذا تاني مرة حبيت تطلع من المديرية قبل نهاية الدوام بس خبرني منشان ما يقولوا إنه عم عامل الناس على مبدأ خيار وفقوس، بس منشان هيك ها؟ ماشي، ما عاد أطلع لحم المديرية إلا لأخذ إذن منك. لك حبيب قلبي أنت الله يخلي لي إياك يا رب، أمرني أمرني شو جاي عبالك تتغدى بكرة لحتى أحضر لك إياها من هلأ الأكلة. يلا بدي تطبخي لي يبرق. على عيني، أطيب يبرق لعيون هادي من إيدين مجدودة حبيبة قلبه، وراح أعمل لك فوقه كوسة محشية اللي بيحبه قلبك غيره. حبيبي أمرني. وبدي لبن بخيار جنبه. لك على راسي، أطيب لبن بخيار لعيون هادي من إيدين مجدودة حبيبة قلبه غيره. بس لك صحتين وهنا إلهي يا رب. هلأ خلص شرب القهوة وانزل على السوق بتجيب لي لبن وخيار وكوسة ولحمة، ورق عنب لا تجيب لي عندي بالفريزر. قميصي وسخ بدك تغسلي لي اياه. على راسي، رح اغسل لك اياه هو والبنطلون كمان غيره حبيبي امرني. وبعد ما تغسليه بتكوي. حاضر، على راسي من فوق رح اكوي. وبعد ما تكوي بترجعي بتجعلكي. حاضر، حرجع اجعلكو كتير كتير منيح وبعدين اكوي. وهاتي وحده. انت لازم تراضيني هالمره انا اللي زعلانه. انفخي. اي لاحظت لك كان ما لاحظت. خليه يتغار للطق. لا مو مطوله، الشغله يومين ثلاثه. لا عم تحكي جد؟ ورديتي عليه؟ وشو قال لك؟ ايه وشو قلتي له؟ واهلك ما حسوا عليكي؟ يخرب بيتك ما ألعنك. ومنين جاب رقمك؟ ايه لا خليه بالأول يتجرأ ويقول لي مرحبا برات المدرسة، ايه بعدين نتفهم على شغلة التليفونات. ايه شو عم تعملي هلأ؟ الله يسامحك يا جارتي، انتي كان عملي لي تليفون من المديرية وأنا كنت جهزت لك أحلى طبخة. خطرت ببالي هالفكرة بس إمتى؟ وأنا راجعة بالسيارة. آخ منك آخ. على كلين إمتى ما زنقتي ما عليك غير تقولي لي ألو وأنا بخدمتك. لك تسلمي لي يا أحلى جارة بالدنيا كلها أنت. بتعرفي صار لازم تعلمي بسمة كام أكلة خفيفة، بسمة كبرت وصار لازم تساعدك. معك حق، بس السنة عندها شهادة وما بدي لهي عن دراستها. يلا إن شاء الله السنة الجاية بعلمها، هذا إذا فضيت وصار عندي وقت. وجوزك كمان لازم تعلميه يحوس ويساعدك بالبيت. جوزي؟ ايه جوزك، شو فيها اذا ساعدك بشغل البيت؟ تعي شوفي جوز بنت عمي، يا عيني عليه، بيطبخ احسن من مرته. يحفر المحشي وبيحشي وبيطبخه. بيعمل مقلوبة دجاج بتاخد العقل، بتاكلي اصابيعك وراها. حتى الكبة بيقرصها وبيشويها. ولك ولي على حظي اذا صحيح هالحكي. جوزي نيقة عن الخليقة، بيعتبر إنه شغل البيت من اختصاص النسوان وبس، وإنه الرجال إذا ساعد مرته بشغل البيت أكبر عار بالتاريخ. حبيبتي هذا الحكي كان زمان لما كنتي موظفة عادية ماشي الحال، كنتي تشتغلي بالبيت وبالوظيفة. بس هلأ حبيبة قلبي الوضع اختلف، صرتي مديرة، مديرة عامة. أنتي لازم هلأ تنتبهي لوضعك ولشغلك، بجوز يجيكي وقت ما تفضي تحكي راسك. شو بتعملي آه؟ بتفتحوا تمكن للهوى بتاكلوه؟ لك قولي شغلة الأكل آخر همي. إذا شي مرة ما كنت طابخة بجيب معي شي أكل جاهز من السوق أو بحاكيكي تجهزي لي شي أكل قبل ما أوصل. بس أكتر شي أكل همه
هو وضع هادي بالوظيفة. شو بوضعه؟ أنت بتعرفي بعد ما أنا صرت مديرة عامة وهو موظف عندي، يعني ما أنا سهلة على هادي بصراحة، صعبة كتير عليه، وأنا خايفة ليطول كتير لحتى يتأقلم مع الوضع الجديد، كتير خايفة. حبيبتي بجوز بالأول تكون الأمور صعبة شوي، بس معه بتصير الأمور عنده عادية وبيصير ينبسط بمزايا وضعه الجديد. شون يا رب من تمك لباب السماء إلهي يا رب دخيلك. نعيما حبيبي. الله ينعم عليكي. شو وين القهوة؟ حبيبي رد الركبة على النار الله يخليك. أنا؟ ليش أنت شبك؟ جايبي معي شوية مراسيم وقرارات وزارية ومذكرات إدارية خاصة بالمديرية وما فضيت مبارح أقراهم ولازم أطلع عليهم لأنه اليوم عندي اجتماع كتير كتير مهم. فالله يخليك يا هادي، أنت عمل القهوة اليوم عني إذا بتريد يعني، ولا تقلي ما بتعرف لأنك بالمكتب بتغليها. هو من شئت بعرف بس شو؟ ما بدك تدوقني قهوتك يعني؟ يعني كتير هالوراق اللي بين ايديكي مهمة، أهم القهوة. حبيبي أنت موظف وبتعرف أهمية هالوراق لمدير عام السلم جديد. ماشي رح ساوي القهوة بس متأخدين، هي آخر مرة. لك حبيبي هادي وبس والباقي كله خس. يلا مفشيني لإيدك مثل ما بقول مثل مفشيني. حبيبي يعني إذا كتير كتير متضايق من غير القهوة بلاها لا تعذب حالك، هلا بس خلص قراية الوراق بقوم أنا بغليها. إيه؟ صارت الساعة 7:30، إذا بدي استناك إذا تخلصي الوراق بتأخر، وإذا تأخرت بتعاقب، عنا مديرة لئيمة بالمديرية بتعاقب. إذا هيك معك حق، إذا كانت مديرتك لئيمة إياك تتأخر وإلا بعدين بتعاقبك. مزبوط بيطلع لك يا عمي، طبعا المديرة العامة بيطلع لك. أنا مقلوع أغلي القهوة بس لازم تعرفي إنه هي أول مرة وآخر مرة وعم بغليها لأني متعود. بس معه بتعود. جوزة تكون هي أول مرة بس أكيد مو آخر مرة. يا حبيبي خايف تجر القصة، نبدأ بفنجان قهوة نقفل جلي وطبخ ونفخ. قولي معقولة؟ لا مجودة. ايه حبيبي. مسكي هدول. شو هدول حبيبي؟ مو قلتي لي صرفتي معاشك وما بي معك ولا فرانك؟ ايه والله يسلم هالايدين يا رب. ما حلوة مديرة عامة اضرب اطرح وما مع الترن بجيبتها. رايح. معك حق، استناني اخذك معي بسيارتي. ولك اضرب انا، قصدي يعني نروح انا وياك بالسيارة سوا حبيبي. لا بروح لحالي، ما بدي اروح بالسيارة. ليش حبيبي؟ هيك حبيبتي. مثل ما بدك حبيبي، إذا السرفيس أريح لك، بس قلي لساتك متضايق من الشوفير؟ لا مالي متضايق من حدا، بس أنا بالسرفيس أريح لي، هيك حدا أخو ملاي بحب السرفيس أنا. ليه؟ أنا تأخرت كمان، حاضر ومجهز. أستاذ هادي، أهلين بجوز أهلين بجوز السيدة المديرة. تفضل لهون أستاذ، تفضل. شبو زعيم؟ امبارح قلنا له عود قدام زعيم، اليوم فتحنا له الباب الوراني وقلنا له تفضل أستاذ عود ورا كمان زعيم، شو وين بده يعود؟
أنا ليش هربت من مواجهة أمجاد؟ هلأ ولا بعد شوي بدي أقابل؟ والله هيك تأجلت المقابلة شوي، بلكي بهالربع ساعة الله بيلهمني لشي مخرج خلص حالي فيه. نهيت لي موضوعي مع المدام؟ انا الحقيقه مشان ما ياكل وقت الموضوع كثير نهيته قبل ما احكي فيه. شلون يعني نهيته؟ انت بتاكل كثير؟ طبعا باكل لي 3 4 ترس في الوعاء. خلص ممتاز، حط لي ببطنك بطيخه صيفي ولا تاكل هم. شلون يعني ما فهمت عليك؟ اخي حط ايديك ورجليك بمي بارده وترك الموضوع لي. يعني اعتمد عليك كليا؟ رغم اني ما فتحت الموضوع بس بدك تعتبره منتهي لاني رح انهيه قبل ما احكي فيه. خطره. مع السلامه. شو ها؟ ما أخذت منه لا حق ولا باطل. صباح الخير. أهليل. شو وين مدام سماح؟ لسه ما أجيت. جبت بن؟ لا. ليش؟ نسيت. نسيت. طيب روح جيب بن وساوي لي فنجان قهوة ودخل لي على المكتب. يمكن راحت عليه نومه يا هادي. لكن يا عمي ليش لحتى يجي ويقطع نومته ويفيق ويعذب حاله؟ خليه قاعد مرتاح، خليه دفيان بفرشته اللي ببيت اهله على مهله. نياله يا عمي صار جوز الست المديره العامه وما حدا قده، جدول الدوام على كيفه والشاطر يساله وينك. يا حبيبي الغايب عذره معه، نحن ما رح نقول له لا وينك ولا طينك، المهم نساله شو صار بالعقوبه. امبارح انا اتصلت فيه كذا اتصال طلع تليفونه مشغول. اي طبعا بده يكون مشغول، مو زوجته صارت ست المديرة العامة، يعني بيجيها تليفونات تحكي تليفونات، عرفت؟ أنا شايف إنه خايف يواجهنا. وليش بده يخاف منا؟ يمكن ما قدر يلغي العقوبة وما له عين يواجهنا. بجوز امبارح ما كان لي عين قابلكم، بس هلا إلي 100 عين شوفكم فيها، ها؟ صباح خير شباب. لك صباح النور. أهلين وسهلين بشيخ الشباب، أهلين بالهادي والأطلسي والأطلنطي. إيه بسمة؟ وحدة وحدة خلينا نتفق. ورجينا قرار الغاء العقوبه لابعد جيب لكم فول وحمص. هي اول وحده، نط على الثانيه. الثانيه امبارح ليش ما رجعت وبشرتنا فورا شو صار معها؟ طيب على الثالثه، ولا اقول لك الثالثه بعرفها، على الرابعه. على الرابعه تليفونكم ليش كان مشغول؟ لا هي الثالثه، هي الثالثه. الثالثه ليش تليفونكم مشغول امبارح؟ اتصلت فيك كذا مره مشغول ما حدا عم يرد. الرابعه غسان. الرابعه ما عندي رابعه. غريبه، ما بدك تسالني ليش تاخرت اليوم؟ لك يا حبيب قلبي بتروح وبتجي امتى ما بدك روح وامتى ما بدك تعا، المطرح مطرحك، المهم انطق الجوهره بقى وخلصنا. شو صار بالعقوبه؟ هذا يا ساده الكرام اسمحوا لي ان ازف لكم بشرى عدم الغاء العقوبه والسلام عليكم. نعم نعم نعم. شو عم تصفق له؟ شو تفضلت وحكيت؟ عن جد لا تمزح باب. شو القصه؟ هلا روح جيب فول وحمص بعدين بحكي لك. خلص اذا الشغله فيها تنفيذ للشرط معناتها كل امورنا ماشي على 24 ايراد. حطوا بري الشاي على السخانه، انا رايح اجيب الفول والحمص. سلام. ابو المجد ركز معي وتذكر شو قلت له. قلت له انا روح جيب فول وحمص، مو الفول والحمص. ليش شو الفرق؟ هلا بعد ما يجيب الفول، قصدي بعد ما يجيب فول وحمص بتعرف الفرق. لا تحرق. ادخل. شو ما في كلمة تتفضلي؟ بتريدي شي غيره؟ واضح انك مانك مسرور من شوفتي. على كل إن انت حر بمشاعرك. اجت السكرتيرة؟ لسه ما اجيت. بس تجي خليها تدخل لعندي. حاضر. تعا تعا لهون. خير شو في؟ ليش هيك غالي القهوة؟ شلون بيغلوها لكان؟ والله ما بعرف، سأل حالك. هاي مي وسكر مو قهوة، ويا دوب حاطط لها شوية بن. بس هي لونها أسود. شلون اسودت إذا مو محط لها بن؟ غريبة فعلاً. شلون اسودت يا ترى؟
أنا هيك بعرف أغلي القهوة. المدير العام السابق هيك كان يحب يشربها. هيك لكان. إيه شو عليه؟ مثل ما بدك. تعا خد القهوة معك تعا. غريب، يا ترى ليش هيك عم يتصرف معي؟ معقولة لأنه الوزير موصيني فيه ودعمه؟ ويلي 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 يا بعيني.